الرحمن الرحيم. اولا الاعلام الرياضي هو جزء من الرياضه بشكل عام، والجهود الاعلاميين في نقل الصوره عن الرياضه بشكل عام وايضا عن مشاركات سواء كانت محليه او دوليه، هذه تمثل لنا شيء كبير وايضا تحقق الى المتابعه الكبيره، مما يجني الى اهتمام الرعاه ثم الى وجود مداخيل للاتحادات والانديه والرياضيين بشكل خاص. يعني فاليوم نسعى الى منظومه متكامله في قطاع الرياضه. الجزء الاعلامي ما شاء الله فروعه كبيره، وهو يعتبر بحر من الصناعه المحليه اللي ممكن نحن نستثمرها ونحقق نتائج متميزه فيها، ولنا ما شاء الله كفاءات ممتازه في هذا المجال. فدورنا لنا اليوم ان احنا ننظمها، وعن طريق الاتحاد الاعلامي الرياضي ان احنا يكون في اليه منظمه لدعم هذه الكوادر وايضا دعم المتميزين في هذا القطاع لتطوير مسيره النماء في رياضه المملكه. والله الهدف منا انه يعني يكون فيه اليه واضحه للجميع على دعم الاعلاميين والنمو بهذا القطاع وايضا تطويره، و يعني ايجاد سبل التعاون بين جميع الجهات المعنيه لتطوير القطاع مما يتواكب مع تطوير الرياضة في المملكة. في كل شيء، مو بس يعني تقديم مساعدات مالية، وإنما في كل ما ينمي الكوادر الوطنية، وخصوصا اللي حاب يبدأ في هذا جميع الإعلاميين اللي تواجدوا اليوم، وإن احنا ندعم هالقطاع. طبعا ما في شك أن الكل مجتهد والأخطاء تقع على الجميع، ولكن من واجب يعني من واقع المتابعة والمشاهدة أمامنا جميعا عمل كبير في القطاع الرياضي للنهوض بالقطاع الرياضي في المملكة إلى ما يصبو إلى التطور الكامل. وهذه توجهات قيادتنا الكريمة، وهذا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وأيضا هذه الركائز التي تعتمد عليها رؤية المملكة 2030. فالقطاع الرياضي زي ما ذكرت قبل شوي أنه بحر من الأقسام اللي ممكن أن احنا إذا ما اكتملت كلها حيكون في خلل. فاليوم احنا نسعى لتطوير هذه المنظومة بشكل كامل، والإعلام هو جزء لا يتجزأ من هذا الحراك. الملعب جاهز، وإن شاء الله الإخوان بيعلنون عن هذا الشيء قريبا إن شاء الله. اسمح لي سمو الأمير بستفيد من تواجدك، ظهر بيان الهيئة الرياضة قبل عدة أيام عن تحقيق فيما حدث عن مباراة الاتفاق والعدالة، ما راح نتكلم عن التفاصيل بعيدا عن النتائج، إيش هي الرسالة اللي توجهها هيئة الرياضة للأندية للاستغلال الأمثل للدعم؟ يعني ما نتكلم عن حادثة واحدة، لكن نتكلم عن محاولات الأندية للحصول على أعلى دعم ممكن، إيش توجهون للأندية؟ الهدف من الحوافز أنها تدعم الأندية وتطور الأندية، فكون أن هذه الحوافز تستغل باستغلال خاطئ هذا يعني يمنع مسيرة التطوير، وأيضا قد يعني يسبب اللي اتخذ هذا الإجراء إلى عقوبة، منها عدم تقديم الحوافز أو حتى مخالفات قد تصدر باتجاههم. فاليوم الآلية واضحة، ما حد عنده عذر لاتخاذ أي إجراء أو أي سبيل أنه يحاول أنه يتهاون أو أنه يلتف حول الإجراء الصحيح. إحنا متابعين وشايفين، واليوم أهم متابع لنا هو الجمهور، والجمهور هو اللي ينقل الصورة الصحيحة لنا كمسؤولين عن طريق التواصل الاجتماعي. والتواصل الاجتماعي يعتبر جزء من أو جزء منها يعتبر جزء إعلامي. نحن نسعى إلى تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام، فكون أنها تستغل بعض الأمور لاستغلال خاطئ طبعا حيحاسب وحيعاقب من اتخذها بهالطريقة. ما في شك أنه كل من هذه البطولات تأتي بالصحفيين المختصين فيها، فاليوم لما تجي تنظر لفورمولا إي الصحفيين اللي مهتمين بقطاع رياضة السيارات هم اللي بيجون وبيغطون فورمولا إي، لما تجي تنظر إلى الملاكمة أو نزال الدرعية الصحفيين اللي مهتمين في نشاط الملاكمة هم اللي بيجون ويغطون هذا الحدث، التنس والخيل وكذلك. فإحنا دورنا أن احنا نوفر جميع السبل الأساسية أنهم يقدرون ينقلون الصورة الحقيقية للمملكة والصورة الحقيقية للفعاليات هذه. أتمنى أنه الإعلاميين المحليين يستفيدون من خبرة هذول الأشخاص ويحتكون فيهم ويستفيدون من تواجدهم للاستفادة من الخبر اللي عندهم، وأيضا نقل الصورة الصحيحة عن المملكة عن تجربة المملكة. وإذا أي أحد محتاج إلى أي دعم للوصول إلى
كيفية النقل وكيفية تغطية هذه الأحداث احنا جاهزين لدعمهم في هذا. والله موجودة رياضية رياضة نسائية في كل المجالات، بدينا بالرياضة المجتمعية اليوم يعني ما شاء الله تشوف في الأماكن العامة كثير من النساء يمارسون الرياضة سواء كانت المشي أو الجري أو حتى ركوب الدراجة. اليوم في عدد كبير من الاتحادات لديهم أعضاء في مجلس إدارة نساء اللي يهتموا بالمجال النساء، وأيضا يجب أن احنا نوفر الأماكن المناسبة للعنصر النسائي لمشاركة الرياضة في جميع المجالات.